ورقي؟ لا الكتروني؟ لا هنا؟ لا هناك؟ يا جماعه وزارتنا عملت، بما ان احنا مش قادرين دلوقتي ننزل المدارس، عملنا منصه. المنصه للتواصل ديت الادومودو، دي منصه تعليميه. وهقول لكم بقى شويه نكت كده على او اشاعات كده طلعت على الموضوع دوت، مش فاهمه طلعت ازاي. ده اتقفلت، ده اتلغت. هقول هنعمل البحث بتاعنا في طريقتين، يا اما انا ارفعه عبر منصه التواصل التعليم ديت، الموقع التعليمي اللي الوزاره عملته لنا والمدارس عملت لنا فيه فصول افتراضيه، بندخل احنا ندرس لاولادنا في هذه الفصول على الموقع التعليمي والمنصه التعليميه الايدو مودو. والطريقه التانيه الاسهل واللي الناس كلها بتقول عادي يعني سهله، ان احنا هنكتب المشروع يدوي وبعد كده نحوله لصوره الكترونيه، يعني نعمله ملف كده. انا كتبته يا بابا اهو على على الورق، انا كتبت يا بابا البحث اهو، يا ميس انا كتبت البحث، او يا ماما انا كتبت البحث. هتقوم ماما واخده البحث دوت عاملاه صوره الكترونيه على التليفون وطبعه لك ورقه، او حتى لو مكتوب بالايد، وبعد كده احمله على سيديهايه او على فلاشه وابعته للمدرسه ببساطه شديده جدا. يا اما ارفعه بشكل الكتروني على المنصه، وانا هوريكم صور ليها دلوقتي، يا اما اسلمه بشكل الكتروني على فلاشه او على سي دي او على شكل يدوي، حتى لو يعني اسوأ اسوأ الظروف واسوأ الحالات، والمدرسه بتاعتي هتسحبه سكانر وتقدمه لي على المنصه التعليميه الادومودو. وانا بتواصل مع مدرستي عن طريق هذه المنصه، وبتواصل مع اولادي بشكل جيد جدا على هذه المنصه، ولادنا الطلبه يعني. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما على المنصه التعليميه بتاعت الوزاره، يا اما على شكل الكتروني كملف على فلاشه او على سيديهايه سهل، او بشكل يدوي. اه بشكل يدوي، شكل ورقي ما فيهوش اي حاجه، بس اهم حاجه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، الخطوات ومراعاه الاعداد المناسبه للكلمات ومراعاه الاخطاء الاملائيه، وان انا استخدم مصطلحات ومفاهيم من كل المواد الدراسيه بتاعتي، وخبط بموضوعي ده على كل المواد الدراسيه اللي انا خدتها في الصف السادس الابتدائي. نيجي بقى